أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 226 من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق لمدة 91 يوماً تبدأ من 19 من شهر فبراير 2020 إلى 20 من شهر مايو لنفس السنة، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.52% مقارنة بسعر 2.61% للإصدار السابق بتاريخ 15 من يناير 2020، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 354%. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية للعام 2019، حيث اشتمل التقرير على بيانات كل من الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. حصدت شركة ألمنيوم البحرين ألبا 5 جوائز دولية في مجال السلامة من مجلس السلامة الوطني خلال عام 2020، وهي جائزة القيادة في السلامة لعام 2020، وجائزة التميز المهني لعام 2020، وجائزة التحسن الكبير لعام 2020، وجائزة السجل المثالي، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز الهام من مجلس السلامة الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي للشركة: إن هذا الإنجاز يعد أحد أبرز إنجازات الشركة منذ بدء عملياتها التشغيلية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة 0.17% مغلقا التداولات عند مستوى 1659 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4,907,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 939,000 دينار تم تنفيذها من خلال 97 صفقة،
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنلاحظ أن جميعها أغلقت على انخفاضات متفاوتة، ونبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7858 نقطة بانخفاض بنسبة 0.17%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5055 نقطة بانخفاض بنسبة 0.53%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4149 نقطة بانخفاض بنسبة 0.38%. كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي عن دخول السعودية مجال تصدير الغاز في القريب العاجل، مشيرا إلى أن المملكة تطمح إلى الاستغلال الأمثل للموارد الكربونية من زيت وغاز، سواء كانت الموارد تقليدية أو غير تقليدية، ما يحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة وفي الاقتصاد بشكل عام. وألمح خلال كلمته في مؤتمر سابق 2020 في الجبيل تحت عنوان الجيل الرابع للكيماويات إلى أعلان مهم قريبا، وصفه بصاحب القرار سيكون مفخرة لكل من عمل في مجال الطاقة خصوصا في شركة أرامكو السعودية. أكد فريد بالحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المحادثات جارية مع الحكومة اللبنانية الجديدة لإعادة توجيه المليار دولار التي هي في عهدة الحكومة إلى قطاعات أخرى هي بحاجة إليها. وأشار بالحاج إلى أن أهم الإصلاحات المطلوبة في لبنان تشمل قطاع الكهرباء الذي يمكن توجيه نصف المبلغ هذا إليه، مشددا على ضرورة إشراك الجهات المانحة الأخرى في دعم لبنان. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الرئيس التنفيذي لفيسبوك يقترح قوانين حكومية للتحكم في المحتوى الضار على الإنترنت. قال ديفيد فروست مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن أوروبا إن بريطانيا مستعدة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي على الأسس التي يتبعها الاتحاد في التجارة مع أستراليا، إذا لم يتمكن الجانبان من الوصول إلى اتفاقية على غرار اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد. وأضاف فروست أن بريطانيا لن تقبل إشراف الاتحاد الأوروبي على ضمانات للمنافسة العادلة في أي علاقة جديدة بين الجانبين. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه من الصعب التنبؤ بتداعيات كورونا على اقتصاد الصين والعالم في الوقت الحالي، لكنها شددت على ضرورة وجود موقف وقائي في حال انتشار كورونا بشكل أوسع، وأضافت أن أدوات السياسة النقدية تبقى مهمة، وأنه صحيح أن الكثير منها استخدم في السابق والمساحة المتبقية أضيق، ولكن لا تزال البنوك المركزية قادرة على اتخاذ بعض الخطوات، وهو ما أكده الاحتياطي الفيدرالي. وبالرغم من ظهور فيروس كورونا في الصين منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي وتصاعد المخاوف من انتشاره خلال تلك الفترة، إلا أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يضخون أموالهم في الصين. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد 4% على أساس سنوي في يناير ليصل إلى 12 مليار و550 مليون دولار. وعلى صعيد متصل ارتفعت أسعار المنازل في الصين 2% في يناير مقارنة مع الشهر السابق، في تباطؤ بعد زيادة 3% في ديسمبر. ونبقى في شأن الفيروس المستجد، حيث يتجه اقتصاد اليابان نحو ركود محتمل مع انخفاض الانفاق الاستهلاكي بنسبة وصلت إلى 11% بعد رفع ضريبة المبيعات في الربع الأخير من العام الماضي، إلى جانب المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.
وانكمش اقتصاد البلاد بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام السابق، وهو أكبر انكماش منذ عام 2014 وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء. وتجاوز الانكماش توقعات المحللين بانخفاض قدره 3.8%، ما يشير إلى الأثر السلبي لرفع الضرائب وضعف الطلب العالمي. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. اقترح مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أن تضع الحكومات أطراً نظامية للتحكم في المحتوى الضار عبر تطبيقي فيسبوك وواتساب. وقال زوكربيرغ في خطاب بمؤتمر ميونخ للأمن إن الحكومات والهيئات التنظيمية الإقليمية ينبغي أن تلعب دوراً في انتشار المعلومات المزيفة والمضللة، وتابع أنه ينبغي أن تكون هناك لوائح وقوانين لتنظيم انتشار المحتوى الضار عبر الإنترنت، وأن تضع الحكومات أطراً قانونية تشجع على القيم الديمقراطية والمفتوحة للتحكم في منصات التواصل الاجتماعي في بلادها.